التأسيس ديال هاد المنظمة الإفريقية لمهنيين الإنعاش العقاري جات من خلال العمل اللي كتقوم به الدبلوماسية المغربية حول إفريقيا والعمل اللي كيقوم به صاحب جلالة الله يسره. إذن حنا كنا واعين بالأهمية ديال هاد القطاع لا من الناحية الاجتماعية ولا من الناحية الاقتصادية. فالمغرب اليوم كسب واحد الخبرة كبيرة في هذا الميدان. كنفتحوا اليوم على الدول الإفريقية باش نعزوا العلاقات بين الدول الإفريقية وبلادنا، وثانيا باش ناخذوا واحد نتبادلوا الخبرات بيناتنا ونفتحوا على لي مارشي افريكان. اليوم المغاربه تبتوا القدره ديالهم على في ميدان الانعاش العقاري. فافريقيا اليوم كنعتبروها واحد المارشي بورتور اللي يمكن ليه يمشيو ليه المغاربه وينفيسيو فيه. لقينا هذا عمل ماشي ديال اليوم، هذا عمل واحد 6 شهور حنا كنشتغلوا عليه وعده لقاءات مع الاخوان ديالنا في افريقيا اللي الحمد لله كان حتى هما عندهم واحد الإرادة على لا كرياسيون ديال هاد المنظمة. اليوم كتشوفوا ان الافريقيه ممتلة ب 13 بلاد، رؤساء تاع الفيدراليات كلهم حاضرين، كانوا عدة اجتماعات باش نظمنا هاد اللقاء، والحمد لله راه كتشوفوا الاجواء اللي كيمشي فيها لا كرياسيون ديال هاد المنظمة. الفكرة جات من خلال عدة لقاءات مع ليزافريكان في عديد ديال اللقاءات، ومن ثم بدات الفكرة كتبلور داخل الفيدرالية، وتمكنا أننا درنا واحد اللجنة اللي غادي تسهر على الإعداد ديال هاد القوانين ديال اللي غتنظم هاد المؤسسة وبأنها تتصل بهاد الفيدراليون في لافريك. وكانت عدة جولات في لافريك باش تمكننا، والحمد لله استطعنا ان نجيبوهم للمغرب. لو سياج ديال المنظمه غادي يكون في المغرب، الرئاسه الاولى غتكون ديال المغرب، الكتابه العامه ديال المغرب، وبيان سور لو تريزوري ديال المغرب. هذا فخر لبلادنا.